هانتوما من بعد الشباكيه، وهذه بالفول السوداني البريوات مع عمرين، شفتوا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت الخواتات، كيفكم؟ ماشي غاليات؟ شخباكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله جولتنا غادي تكون من عند الحرم متجهين الى شارع اجياد المصافي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني شنو الفرق بين شارع اجياد السد والمصافي، غير شارع، يعني لما تكونوا غادي لشارع اجياد المصافي كتمشيو على جهه يدكم اليمنى، اما اذا كنتوا تبغون تمشيو من شارع اجياد السد كتمشيو على جهه يدكم اليسرى. كما كتشوفوا هاد الشارع راه كيودي شارع اجياد المصافي. شوفوا هادو اللي كيبيعوا، هذا الفندق اللي امامي اسمه مكارم، صراحه زوين وقريب بزاف للحرم كما كتشوفوا. ما شاء الله تبارك الرحمن، عرفتوا زحمه ما شاء الله، الكميه اللي رايحين يديروا عمره والكميه اللي غاديه تبارك الله. اليوم بالذات كاينه زحمه، شفتوا الفندق المكارم مش مبينه واضحه، مقابل معاه فندق الجوهره المشاعر والفندق ريانا جراند بلازا وفندق الاف المشاعر. شفتوا هادو كلهم قرابين للحرم، شفتوا هنا زي ما تشوفوا ابيض هنا فيه كيبيعوا البطايق اللي تبغون موجوده. شوفوا ما شاء الله في هذه الجهه كتودي الفنادق اللي في عقبه، وفيه هنا طوالي برضو في محلات في مطاعم. هنا الباصات، هذا المكان خاص بالماء في سبيل الله. شفتوا ما شاء الله ماء مبرد في سبيل الله. شو رايك غناخذ يا قريعه؟ شفتوا ما شاء الله ماء في سبيل الله. فندق الشهداء ان شاء الله فندق كبير، يعني مسافه شويه على الحرم مشي. شفتوا بالحرم فندق الشهداء مقابل معاه الماسة جراند، هذا هو ماسة جراند. هذا يتسمى شارع اجياد المصافي، اما اللي كنت صورت لكم كذا اسبوع اسمه شارع اجياد السد. شفتوا هذا الماسة جراند، في ما شاء الله محلات تحت هذا الفندق. وجنب فندق ماسا جراند فندق الفا اجياد. شتيها العبايات. كاين واحد المسجد هنا ما شاء الله، بالنسبه للناس اللي ما تيقدروش يمشيو في رمضان الحرم حيت المسافه، كاين هذا المسجد. المهم كيما كتشوفوا ها انتم الناس جايين من الحرم، وفي ناس غادي يديروا عمره. في واحد سنيقة هنا، هي فيها فنادق بالي باريزيان. نوريكم شوفوا تبارك الله فيه خبز ما شاء الله. ايوا طويل كم؟ بريالي الواحد. وهذا
ريال ما شاء الله. البقاله كاين في شارع جياد المصافي عند كلش. شوفوا هنا هاد المحلات، هذه زنيقه اخرى يعني يحتاي في شارع جياد المصافي، ولكن كدور على يمين يعني فنادق هنا ما شاء الله جات داخل زنقه. شوفوا ما شاء الله هنا الحريم يبيعون، ترزقون الله. عرفتوا الجو ما شاء الله فنان، راح يجي مطر. شوف هذا فندق تارا اجياد، هاد الفنادق ما شاء الله كثيره بس داخله في هذه الزنقه. هنا هنا برضو محلات. هذا ديس شوفوا ما شاء الله اسعار جد مناسبه 8 ريال. وهذه يا اخي وهذه كم؟ هذه المحل 10. والله اسعارهم جد حلوه هذا المحل بالنسبه للناس اللي غادي يسكنوا هنايا. سميت المحل رانا، جا في شارع اجياد. كاين شارع اجياد العام كتدخلوا هاد الزنيقه قابل مع ماسة بطر. شوفوا تبارك الله اسعارهم جد جد مناسبه. تخيلوا هذه راه كتبها ب 10 ريال هنا ب 8 ثمن حق الجمله. بغات شباكية وهاد الحلوة الطعم ديالها بحال شكل شباكية كما كتشوفوا، هادي راه بحال شكل شباكية. هانتوما بعد الشباكية، شوفوا البنات اللي بغات شباكية كاينة في مخابز العماد. وهادي بالفول السوداني البريوات معمرين، شفتوا ما شاء الله مخابز العماد. شوفوا تبارك الله هاد المخبز حتى انا عندنا ما شاء الله فيها كلشي. خبز ما شاء الله ما شاء الله، هاد المخبزة فيها كل شيء. وبالنسبة للشباكية يتبغي نصورها البنات إن شاء الله. غادي ندير كسكسو غنشاركو معاكم، هي عندي خالتي أخت الوالدة. المهم بالنسبة لي بغيت ندير كسكسو كنمشي نتقدا الخضرة تكون باقا فريش يعني تكون باقا جديدة، حيت تعجبني الخضرة تكون باقا جديدة. المهم مشيت خديت النعناع وخديت الربيع، خديت خيزو القرعة فيها الخضرة، وخديت هذه القرعه الحمراء. المهم مطيشه باقا عندي، خديت غير نص كيلو. وخديت اللفت ديال الكسكسو، وخديت الدجاج، وخديت اللبن كما كتشوفوا، خديت اللبن، وخديت السميده. هذه السميده اللي كندير كيجي فيها الكسكسو زوين. بالنسبه كما قلت لكم كاينه هذه وكاينه الحمراء، لا خلطتهم بجوج راه كيجي كسكسو زوين. المهم دزت غادي نرد كسكسو كما كتشوفو، غسلت الدجاج درت ليه العطريه. هنا غادي ندير شويه زيت العود والزيت العاديه. غادي نضيف البصلة ومعطيشة، المهم بالنسبة للكسكسو راه كل واحد كينصب بطريقته، أهم شي هي البنة. وكسكسو راه كيبغي العطرية. بالنسبة ديك النهار خليت شوية تعيق على حساب الفقاس، راه كانت عندنا خوتي الشتا وتقطع ليا الضو، لهذا ما كماش ليا الفقاس وفطيرو. وما شاء الله مني قطعتو راه تحمر، كتعرفو الفقاس كتخليه يتحمر كيطيب من داخل. إوا هادشي لي كاين حبايبي. وهاد العطرية وغادي نزيد العطرية حيت العطرية مكافياش، حيت كتبش عطرت بهارة الدجاجة كيف تنقولو. هذا خرطوم البلدي، ملعقه سكين كبير. كسكسو راه كيبغي العطريه. هذه
غندير معلقه ديال السمن، وهنا عندي قبطه ديال الربيع كندير وحده في الاول وحده في الاخر كتخلي الكسكسو زوين كما كتشوفوا اخوتي. بعد ما تشحرت لينا الدجاجه غادي ندير الماء. طيب شوفوا البنات، بعد ما خديت السميده هذه واحد الطريقه زوينه دغيا كنجد معكم الكسكسو، هذه البنات كتكفي حتى لست ناس كما كتشوفوا. كناخذ الماء طيب كنخوي عليها، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافوا ما والو، داك الماء كامل غادي تشرب، غير هو كما قلت لكم تحطوا عليها شي سينيه باش يرجع داك البخار عليها. هنا غادي نرمي الخضره اللي كتهز الطياب بحال شكل لفت وخيزو والملفوف كما كتشوفوا البنات. بعد ما كسكسو راه ما كيتعجن معكم ما والو تبارك الله. دابا غادي نديرو يفور، بسم الله. تبارك الله هاد السميدة ملي كتفورها كتعطي ماشي بحال الاخرى، هادي ما شاء الله كتعطي حتى رقيقة. الخوت درت كسكسو لخالتي ما شاء الله جات عندي، وجات دارت عمره الله يقبل ليها ان شاء الله، ورزقها رزقها لكل واحد كيتمنى ان شاء الله. ايوا نتوما ها شوفوا المروه خاتر. ايوا يلا رشيده هاد القصيري اختي كتبغي الجماع والله. ايوا الخوت هذه هي القصيري اللي درت ما شاء الله، جا كسكسو زوين وجا بنين، يعني ماشي زعما غنشكر راسي. المهم الخوت اللهم ديما نعمة واحفظها من زوال يا ربي، ودائما تنقول لكم اللي كتوهم لا تقلي الله في عينكم، بالنسبه اللي كتوهم تجي مرحبا بها. ايوا صافي هادشي اللي كاين حبايبي. المهم حنايا عزيز عنا كسكسو، ضروري كسكسو هو رقم واحد.